الامتحان اللي يمتحنك الله فيه انك تواجه شيء في حياتك قدامك، فيا تستسلم لهالشيء ذا وتفشل في الامتحان، يا تنجح في الامتحان. ابراهيم يوسف عليه السلام في بيت العزيز، عزيز زوجة العزيز، وقالت امرأة العزيز ها وقالت هيت لك، قال ايش؟ معاذ الله، انا ربي احسن. سنحت له كل فرص المحبة والعلاقة الجميلة اللي سمى جميلة ورومانسية، وهو في بيت، بيت مغلق، امرأة مليئة ملكة جمال، بيت عز، منصب، منصب، شاب تتقد فيه نيران الحياة والحيوية والشهوة، و اجتمعت كل الأسباب. هنا بدأ الامتحان، بدأ الامتحان، امتحان قاسي جدا. نجح يوسف الامتحان ولا ما نجح؟ نجح. ذكر الآن هذا، أنا قاعدين نقرأ الآيات فهالنجاح ذا، وهذا النجاح دخله وين الجنة. ايش سببه؟ السبب العفة، العفة. انا اقصد انه شوف النج... الامتحان اللي امتحنك الله فيه صحيح. على عكس ذلك الله منع اليهود انهم يصيدون يوم السبت، تحايل صحيح، ويوم جاء السبت ولا الحيتان وش كثرة في البحر مليانة، اذا جاء الاحد قالت الحيتان يمكن انعدمت. اليهود يحاولون يدبرون حيلة بيخدعون مين؟ الله، بيخدعون رب العالمين. ايش سووا؟ هذا امتحان الله منعهم، ترى مو الله نعاج، الله يقدر يملأهم بالحيتان في كل يوم، بس الله الآن اختبار، اختبار. فأتوا أخذوا الشبك، شبك الصيد، وملأوا الأنهار اللي حولهم البحر يوم الجمعة، ملوها يوم الجمعة بالليل. يوم جاء السبت هم راحوا، راحوا لبيوتهم من بعيد، جالسين في بيوتهم، الله منعهم من الصيد، جالسين في بيوتهم كل واحد يناظر الثاني. يوم خلص السبت جو يوم الأحد راحوا يشوفون الشبك وش صاد يوم الصيد مدروس، وناظر ولا المليء بالحيتان، صادت الحيتان. نجحوا في الامتحان ولا فشلوا؟ فشلوا، لأنهم خدعوا الله وحطوا دي. هذا الكلام اللي يقوله لكم، الله فتح لكم باب وامتحانكم فيه هالشهور هذه. وش الرسالة اللي قدمتها؟ أنا أجزم أنكم إن شاء الله كلكم والله قدمت رسالة حلوة، ما لاحظنا أي شيء على بعض وكلنا مقصرين، لكن في النهاية الإنسان، فأنا هنيكم، لكن أقول لكم واصلوا إيش المشوار. أكيد بعد لا يعتقد لازم. أحد منكم أنا أو أنتم لا نعتقد أننا إحنا مركز الكون، الناس ما لا شوف شو الجمهور هذا اللي يكتب في تويتر وإنستغرام، أقول بكل صراحة هذا الجمهور وقتي، ترى جمهور وقتي، بيجي وقت طال عمرك هل بيروح يمين ويسار، بيجي ترى بيجون نجوم جديد السنة الجاية والسنة اللي بعدها، ترى بتفتح قنوات جديدة، تبي تكون تشكيلة كبيرة من 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 من, من, من العالم هذا اللي تتابع البرامج، مساحة زحمة، مساحة تسع للجميع. ف ناظر الآخرة قبل ما تنظر الدنيا، وناظر وش تقدم قبل ما تناظر وش بتكسب، لأنك في النهاية كلنا بندخل هالحفرة الصغيرة. أبو سيد أنا عندي أنا عندي شيء بس بقوله سب، يمكن ما أقدر أقوله في أي فقرة إلا اليوم سب، أختم يعني إيه ما يمدي أقوله إلا اليوم صراحة. عموما معنا ثلث ساعة يعني معنا وقت. أنا والله أنا يعني أنا ممتن كثير لكل من دعمني أنا وأصدقائي، نعم، وهاي مسابقة في الأخير. قالت بعض التغريدات أمس كان فيها مضايقات، يعني كان في يعني بوصل رسالة، كان في دخول في النوايا صح كثير هي. إيه أنا شاركت في برامج ثانية وأنا أعرف، حتى لما أقول كلمة أنا عارف أنا راح تفسر غلط في بعض الأحيان، لكن أنا ما يعني ما ينفع أن أجيب هذا أقول ترى أنا ما قصدي كذا، أنا ما قصدي كذا، ما أنت فاضل الناس تبرر إيه. لكن والله هذه فيها إثم عظيم ما يعلم فيه إلا فاطر السماوات والأرض، تدخل في نوايا الناس، يعني إحسان الظن مطلب للجميع. ف اللي بيننا حنا والله أجزم إن اللي بيننا أكثر من بعض إخوان، اللي بيننا من المتسابقين صحيح. يمكن علاقتنا صارت أكثر من إخوان. أنا بحياتي كلها ما عمري جلست مع أخوي 30 يوم مع بعض ونجلس حنا ساعاتي، أنا إذا أبو فهد ذاك اليوم مو مبسوط أنا ما مبسوط صح. إذا مخرج فرحان نفرح كلنا مع بعض، فأمر مرتبط في بعض، فأدخلوا في النوايا والله العظيم كل واحد يكن للآخر محبة وتقدير ووفاء صح. احنا بشر يا اخي، تمر علينا اوقات نكون زعلانين، تمر اوقات نفرح، تمر اوقات نحزن، تمر اوقات الواحد يكون متضايق، تمر اوقات الواحد يجيه موضوع يعني موضوع موضوع خاص ما ينفع يطلع على الشاشه من الاخير ما ينفع صحيح. احيانا ابو ياسين مثلا يكلمني مثلا ناصر مثلا يقول ترى الوالده تعبانه مثلا كمثال، هل انا اقول يا جماعه يا ناس ترى الوالده تعبانه هل ينفع؟ لا لازم الناس تقدر الموضوع. فاللي يكتب والله اللي كتبته هذا راح يكون شاهد ليالك
يعنيك. فأحسن اختيار التغيير. أنا أيد كلام، أنا أيد ولا راح تسلم، ما راح تسلم ترى. أيد كلام. المهم نريح. هي رسالة، هي رسالة. أنا والله أنا ما أعطيه ما أعطيهم اهتمام. أبو أسيد. الناس اللي 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 تنصح بالعكس على رأسي، وهذول هم اللي يدفعون للأمام. صحيح. لكن الانتقادات يعني أنا أقول أوصل رسالة ممكن. يعني انت تتكلم عن الغلط اللي يغلط. اي الغلط، الغلط اللي يخطئ. عموما احنا شعب راقي. بعطيك شيء يريحك يا ابو، اختصرها لك وارتاح ولا اخوك. هؤلاء لا يشكلون شعره في شبر رمشك، او مع احترام شديد ما ابغى. انسان اللي تغلط وتدخل في نيتك وتدخل في اهلك وتدخل في عرضك وتتكلم عليك تسب، هذول تعطيهم اهميه، لانه هؤلاء يعني ما ابغى حقيقه اتكلم واقول كلام مبلغ، لكن اعتبرهم غير موجودين. صحيح. هذول خفافيش. انا اسمعني، هذا سراب. اسمعني بوصل لك ذي، لانه انت ما راح تسلم. صحيح. يعني انا وانا هنا في المطبخ ولا اجي الا ساعتين ونص يوميا، على قد ما الناس اللي تحب وتثني تشكر فينا وتدخل في نيتك وتتهمك ومسك، والله اني ارحمهم. ارحموا ليش؟ لاني بوقف انا يوم القيامه، ادري انه والله بيجيب رب العالمين قدامي يوم القيامه. صحيح. وارحمه، إن ادري انه بكره هو التب، لكني اقول مع ذلك الله ايش يحللهم ويبيعهم. والله انا من هذا المكان البرنامج ما عاد فيه الا شيء. انا مسامح كل من ابغاكم تنبون الشباب كلهم. الناس مخلد الحين، الناس مخلد، بس ودي تنبون الشباب كلهم انهم ايش يسامحون الشباب. ترى الناس تغلط ولا تدري، وقولوا للشباب كلهم ويعلنونها. انتم اعلنتوها الان، ترى الشباب اعلنوها انكم مسامحين الناس كلهم. انا مسامح. الله يحلهم. بالنسبه لي انا الحين وبعدين انا مسامح، واقول الله يحللهم يبيحهم. وان الله لا ياخذهم باي شيء يخطوا فيه، سواء معي او على احد المتسابقين. الشيء الثاني مثل ما قال معاذ، ما نبغى يفسر. لا شوف الان بقت الفيديوهات في اليوتيوب، بقت الفيديوهات. ما نبغى يستمر تفسير بعض الامور، لان فعلا والله الذي لا اله غيره اني انا يجي يعني مثلا خبر من الاداره مثل خبر حادث اخوي، كل الشباب ما علموا فيه الا متاخر، وانا عندي خبر بدري، ولذلك اثر علي يمكن وقت الرياليتي وقت الواقع واثر علي. فاللي يشوف تصرفي مثلا مع اي واحد من الشباب يفسر عنه ايش، لا انا حاقد عليه او كذا او كذا، يكتبون الناس. ما يعلمون، يمكن حتى الشباب ما يعلمون، يمكن ابلغ واحد او اثنين كنوع من الاستشاره، لكن ما نبغاهم يفسرون او ينحون المنحى هذا ويدخلون في النوايا حتى مستقبلا. يعني انتم وجدتوا تابعتوا قناه، القناه هذه اسمها قناه اعلام هادف، قناه اعلام محافظ، اللي مثلهم يدعم الشيء هذا، يحاول ينميه، يحاول يخليه يطغى على السوق احتسابا للاجر، على قصدي على الاعلام، الاعلام الثاني احتسابا للاجر. يعني انا جالس ادعم مثلا معاد المنشد، ادعم فلان القارئ، ادعم فلان المقدم في القناه المحافظه، ادعموهم، لانك بدعمك لهم ان شاء الله تدعم الاسلام، تدعم الرساله الهادفه، تدعم الرساله المحافظه او الرساله الاجتماعيه، سواء على الاسره المحافظه. فانا اقول الله يسامحهم ويحللهم ويبيعهم، واملنا فيهم انهم يساعدونا حتى نتقدم. نعم. ولا كسرنا من جديد. الشيء الثاني بيدنا. خرجنا امس وصيتي لك لا تنساها بقريات. ايه اوكي. الشيء الثاني الشباب كنت فتحته امس وشفته يتجي رسائل خاصه، ما نلحق، ما الواحد ما هو لاحق، يعني كل فترتنا يوم ما قدر الواحد يلحق على ايش انه يرد على الناس كلها. بعضهم اعرفه لكن والله ماني قادر ارد عليه، لان بعض المرات مجرد انك تفتح رساله وتفتح كذا لهم حق كلهم جميعا ترد عليهم، لكن كيف تلقى وقت تلحق عليك؟ ولذلك احسن النيه في عدم الرد، اني ما ارد عليك لاني فعلا مزحوم، خاصه حتى بعد البرنامج. صحيح. فعسى الله يحل لهم ويبيعهم. يوفقك يا وفق رب. الله يوفقك. وش والله انتم بديتوا تبثون مشاعركم الحين، وش في شيء بعد؟ لا سعود لا عندك شيء؟ خل محمد يبدا. محمد أنا والله انا اقول يعني الشباب كفوا عنك. وانا صراحه محلل ومبيع، احلل وابيع يعني محللهم مسامحهم كل من كل من مثلا غلط علي ولا شيء، خلنا نسامحنا من هنا والى بعدين ان شاء الله. وجزا الله خير كل من نقدني وارشدني ووجهني في برنامج وادلى لي بالنصائح، وجزاهم الله خير. الحمد لله. وكلامهم ونصائحهم على عيني وراسي والله، وبيض الله وجههم. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم. وكل من اقول نروح الهاشتاج وسمي سعود. بس عندي كلمتين ودي اقولها صراحه، فيك الا يومين وبنتسهل. انا اقول الله يسامح ويحلل كل شخص تكلم، والله يجزا كل شخص نصح او قال كلام او ما نقول مدح، يعني قدم لك شيء من اللي سويته. انا صراحه احب اشكر امي من هذا المنبر، لان تحملت انا صراحه يعني كلمتها امس تقول غدي طالع، بس خلاص
قال لها موضوع اللايكات طيب. لا تقول اصلا انت جلطتنا عقب الارجنتين خلاص بسم الله حمد. على طاري الارجنتين يقول يا سعود بن فهد جمهورك يفتخر فيك حتى لو انه بقص روما بقص روما والارجنتين لك شعب انفدار جابر يغليك معزتك عندهم تسوى الملايين ابو عليا الله يثبت جميع المتسابقين ونشوفهم نجوم في الاعلام المحافظ اللهم امين. دندون يقول يلي تدخلون بالنوايا اسمعوا كلوم كلوم اسمعوا كلام الشباب معاذ يقول احسن الظن ولا تدخلون بالنوايا شوفوا اختنا الفاضله هني بدون ذكر اسماء وش تقول قالت كلام يسوى الذهب تقول انا بهالوقت ما يهمني من يفوز ولا يهمني من بياخذ المركز الاول يا سلام كل همي ينتهي برنامج ما ينتهي الا وقف الام مخلص يا سلام الله يجزاك الله يبيض وجهه وانتم بعد الله سبب في هالوقفه الوقفه اللي خلص ان شاء الله لكم اجره ان شاء الله وكل المشاهدين اللي دعموا وقف الاب الام ايضا بيخلص ان شاء الله بيخلص يا رب. لكن نقول للمشاهدين تكفون خلونا نخلصوا حنا خلونا نكسب اجر وقف اب وقف ام في جمعيه دوقه تكفون 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 20 ريال 100 ريال 50 ريال عنك عن اهلك ونصيحه مني حطها عن والديك وعن جميع المسلمين لأنك إذا حطيتها عن جميع المسلمين بيكتب لك الله عن كل مسلم حسنة شو تبغى ذا الله أكبر. كل مليار ونص الله تخيل دفعت 100 ريال وجاك مليار ونص حسنة ثم تجي يوم القيامة تشوف مليارات مليارات لأن الله أكرم منك صحيح. أنت عطيت نيتك للمسلمين كلهم صحيح. الأحياء والأموات ولا من 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 من, من بدء الدنيا إلى نهايتها صحيح. الله يا جماعة الله يجازي على النية عشان كذا انوها لكل المسلمين وبيكتب لك الله بكل مؤمن حسنه تخيل كم الحسنات الهائل وتدفع ريال تدفع ريال واحد والله اجر عظيم ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى ابو اسيد امس اغلب الرسائل جتنا وش هي؟ وش هي؟ استغلوها اليومين استغلوها وناسه طلع اللي عندك كله انا اقول استغلوها اليومين باكتمال وقف نعم. هذا همنا انا لما اطلع بكره واقابل ناس واقابل جمهور قالوا وش قدمت ببرنامج انا افتخر اني اقول انا قدمت مع الشباب وقف الاب وقف الام صحيح واكتمل الوقف هذا الفخر لا يهمك ما قدمت شيء عموما اسمع اللي ما تابع برنامج ترى بعطيكم معلومه ترى اللي ينقد هو اللي ما تابع برنامج انا لاحظت كثير في ملاحظات يا اخي احنا نقول في ملاحظات احنا ننكر نكذب بشر لكن نهدم المكان على رؤوسنا ونقول خلاص لا قد ما نقدر نبذل ونعالج الاشكاليات الموجوده ونحاول نسدد وقارب والحمد لله حصل في اشياء كثيره اوقفت والغيت في البرنامج تعرفونها يعني ايقاف الحفل الختامي من القناه عدم ادخال البنات للبرنامج وانتم شايفين الشيء هذا بنات خال حتى انهن صغيرات بس منع من دخولها عشان من باب انه ما يفتح باب من الابواب هذه ترى في اشياء كثيره عولجت عن طريق الاداره وعن طريق مالك القناه جزاهم الله خير من دون ما حد يحس صح. من دون ما حد يدري والنص والناس اللي تنصح وتوجه وتحث لأنه في النهاية احنا ما نبغى العمل يبقى يعالج ايش اسمه ما نحرص على تلافي ملاحظات بدل ما اننا نهدم الشيء هذا يقول هنا شوفوا الكلام هذا وبيكم تعلقون عليه باختصار الحمد لله كثيرا بينتهي البرنامج وانا ما دخلت في نية احد ولا غررت ضد متسابق الشخص بحاجة لحسنة واحدة فليش اهديها لغيري بذنب الله يجزاه انا اهنيها نعم بقول انا اعتبرها سواء رجل او امراه ما ادري انك نعم لكن نعم هذا الشخص نعم اقول انت موفق بانك ما دخلت في نوايا احد واتمنى الكل يتعظ منه ويمشي ويمشي لان خلاص ما لحد عنده شيء من لا دخل في النوايا فما احد ما له مطالب ولا راحت حسناته على شيء نعم هو حق فيه والواحد صف قلبه هذه الصوره شفتها انا امشي اتقض الكاميرا الصوره ذي يا ابو وسيم مو مشكله فيك كلب جنبك جنبي بعد خبل هذا موسى البلوي احد اعز اصدقائي ونعم والله نعم ونعم كفو موسى شوف الارجنتين الصوره هذه يا ابو وسيم الله اقرا اقرا الاسم وش بلديات محافظه مدنب ارجنتين انت مدارينا اليوم انا شفت الامطار اللي برا اي ما شاء الله فندق جو الرياض اليوم هذا اليوم في القصيم والله ما ادري يا قسمان حبايبنا اهلنا القسمان جايكم مطر اليوم ولا لا يلا شوف الردود الحين الصوره هذه كنت العب مع شفتوا احلى من ذولي اوكي نكلمهم ان شاء الله بس وي الله يسعدك الله يسلحك يا رب نعم كروم
ما شاء الله لا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يجيك ابو سيف ممكن اقول شيء ابو سيف ورني لحظه خلني اشوف خلني اشوف وجهك انا اقول